دكتور سمير. دكتور سمير؟ غريب، طول عمرك بتقولي لي عمو سمير، انكل سمير، اشمعنى النهارده دكتور سمير؟ عشان انا النهارده جايه لك بصفتك دكتور. بصفتك دكتور؟ ايه الحكايه؟ في ايه؟ هو مش انت وانت صغير وبتتخرج من كليه طب اقسمت انك استحاله تخرج سر المرضى بتوعك؟ اي اقسمت كل حاجه الحمد لله. وبعدين بعدها بقى ساعات بصوم 3 ايام، بس انتوا جيراني يعني ممكن اخرج سركم في اي وقت، ممكن اخرجكم كلكم بره العياده، بره العماره حتى، في اي وقت. كل سنه وانا طيب. ايه خد واحده. سوري قلب امك، قصدي قلب مامي. مش عايزه شقاوه النهارده. ها الطلب صعب قوي يا مامي، بس هحاول انفذهولك. معلش عايزين الشقه تفضل نظيفه عشان عيد ميلادك النهارده. ها انا ممكن اخلي الشقه نظيفه لحد العيد ميلاد، اما وقت العيد ميلاد نفسه ما وعدتيش. بطل لماضك. بعدين مش تعرفني على اصحابك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قصدي بسم الله ما شاء الله، ده انتوا شبه بعض قوي. انتوا قرايب ولا حاجه؟ ايه الذكاء ده يا مامي؟ احب اقول لك معلومه، دول اخوات وتوأم كمان. توأم، باين اهو. بس انا قلت اسالهم الاول بدل ما اظلمهم. يعني تظلمهم ايه يا مامي؟ احنا قاعدين في محكمه. ايه محكمه دي يا سولي؟ في حد يكلم مامي حبيبته كده برضو؟ انتوا اساميكوا ايه؟ انا حسن. وانا حسنين. اتنين؟ توجذر؟ الله، حسن وحسنين، طول عمري نفسي اشوف توأم كده على الطبيعه. الفتي ده يا مامي طبيعه ايه؟ حسام وابراهيم حسن دول. مامي انت وقتك خلص معانا، يلا باي باي على اوضتك يلا عشان عايزين نلعب. كده يا سولي؟ كده تحرج مامي برضو؟ طب معلش انا هقوم، بس سؤال بس قبل ما امشي، انتوا شكلكوا اكبر من سولي شويه، انتوا بتسقطوا كتير ولا حاجه؟ لا يا مامي، دول دفعه مي. دفعه مي، اهلا وسهلا. اهلا اهلا، عن اذنكم. أنا عايز أفهم حاجة بقى، عيد ميلاد سولي بالليل، إيه اللي جاب العيال دي دلوقتي؟ عيب يا علي، دول صحاب مي بنتك. عشان أصحاب بنتي أنا مش طايقهم. بقول لك إيه، عارف لو عملتهم وحش مي بنتك ممكن تتضايق ونفسيتها تتعب، خصوصًا إن هما ضيوف عندها. ضيوف عند مي ليه في عيد ميلاد أخوها؟ ده أنا أبويا لما كان بيعمل لي عيد ميلاد ما كانش بيعزم غير أمي، مش أصحاب إخواتي البنات. أيوه. عشان كده يا لولو يا حبيبي انت طلعت معقد، وانا مش عايزه حقتك دي تطلع على العيال. كل سنه وانت طيب. لا حول الله، هي مي يا بنتي من ساعه ما جيتي بقالك ساعه نايمه على الشازلونكم مبصه في السقف، هي في حاجه فوق عجبكي؟ مالك؟ ايه في ايه؟ احكي لي، كنت عايزه ايه؟ انا بحبي يا دكتور. لافلي. بقى كده يعني ايه؟ انت شايف ان انا فيا ملامح كده من هبه قطب، ولا ذبذبات صوتي زي حبيبي اسامه منير؟ لا. امال ليه كل حد في العماره عنده مشكله عاطفيه يجي يحكيها لي؟ انا امراض نسى. عشان انت قلبك كبير وصدرك رحب. طالما الموضوع بقى وصل للستر، احكي لي بقى يا حبيبتي مشكلتك في ايه؟ بس بياحة. كل ده ايه؟ كل الورق ده واخد اكتر من 200 ورقة، مع ان البتاع اصلا فيه، البتاع فيها اصلا 150 اصلا. ازاي؟ والله. ايه يا سولي؟ مش هتجهز لعيد الميلاد بقى؟ ايه ده؟ انت مين؟ اسمعي يا بابي، انتوا مين؟ دول اتنين على فكرة حقيقي، حضرتك مش شايف؟ ايوه بس انا شايف واحد، ويعني وواحد يعني مين دول؟ استغفر الله العظيم، هي شغلانه بقى، هفضل اعيد وازيد وافهم فيكم. دول توأم حسن وحسنين. بجد؟ يا فرحه ابوكوا بيكوا.
يعني انا لو عندي ولاد زيكوا كده ادفع مصاريف واحد بس في المدرسه وودي واحد يوم والتاني اليوم التاني. انت هتعمل فيها لطف لبيب في كده رضا؟ اه بصراحه ده انا اشتغل بيهم الناس كلها. ده انتوا ثروه قوميه، ده انتوا دخل مهم لاقتصاد كل بيت. تحيا مصر، تحيا مصر. ايه اللي عاجبك في اللي اسمه حسن ده؟ عجبني مواقفه في ثلاث خناقات. انت بتحب بلطجي بقى على كده؟ اول خناقه كانت بسبب واحد خطف سندوتشات حسنين. طب وتاني خناقه؟ تاني خناقه عشان العيال خطفوا حظاظه حسنين. هو مبهدل نفسه في الخناقه ليه عشان حسنين؟ ما يقطع علاقته بيه احسن. ما ينفعش يقطع علاقته بيه عشان حسنين ده يبقى اخوه. وانت حبيتي فيه ايه يعني؟ حبيت فيه انه مهتم باخوه ومهتم بيا في الوقت اللي مامي وبابي ما كانوش مهتمين بيا خالص، ما كانوش فاضيين غير للخناقات وبس. انتوا ضحايا يا حبيبتي، معلش. وهو فين دلوقتي؟ في البيت عندنا. في البيت عندكم؟ قص عليكي، ده انت كمان جايباه البيت عندكم؟ استنى بس، هو جاي البيت عشان يلعب مع سولي وعشان كمان يحضر عيد ميلاده. بس كده يعني؟ والصراحة عشان يشوفني بلبس غير لبس المدرسة. المسألة وصلت لللبس. الواد باين عليه مرقع. هي مامتكو دايما بتلبسكو زي بعض كده؟ ايوه. وماما بقى ما بتتلخبطش بينكو؟ بتتلخبط. هو انتوا ليه بتتكلموا في نفس النفس كده؟ ايوه احنا كده بنحب نعمل كل حاجة مع بعض. بس انتوا كده مش هتبقوا حسن وحسنين، انتوا كده هتبقوا زي التوأم بتاع ميلودي، عارفينه؟ عارفينهم. طب انا جات لي فكره حلوه، ايه رايكم في عيد الميلاد نعمل مسابقه بيكو؟ ازاي؟ هنوقفكم كده قدام بعض ونسال الموجودين ونقول لهم اوجد خمس اختلافات بين الاثنين، وقابلوني لو حد عارف يجاوب. موافقين. يا حبيبي عيد ميلادك بالليل، ايه اللي يخليك تجيب العيال اصحابك دلوقتي؟ اولا دول مش عيال، ثانيا انت هتقول لابوك اولا وثانيا؟ ثالثا ما تقطعنيش عشان لسه مخلصتش كلامي. رابعا انا ممكن اقطعك هنا على فكره. يبقى خامسا اضطر اسيبك وامشي. ولد اقعد. طب انت ما قلتش ثانيا، اتفضل قول. ثانيا دول مش اصحابي انا، دول اصحاب ماير في الكلاس. ايه ده؟ هي مي ليها اصحاب ولاد؟ اه طبعا، زي ما مي عندها اصحاب ولاد انا عندي اصحاب بنات. يا ابني ده وانا في سنكم كنت بتكسف اتكلم مع بنات. حضرتك طيب على نياتك، انا مالي انا. اه والله يا ابني شفت. تقصده يا لا؟ لا ما اقصدش اي حاجه. طب قوم قوم يلا نشوف شوف ايه بره. يلا علي، انا حبيت حسن وحسنين قوي ونفسي اخلف توأم زيه. ايوه ايه المطلوب مني يعني؟ انك تشوف ابو حسن وحسنين عمل ايه وتتشطر كده وتعمل زيه. عمل ايه؟ عيب يا انجي، ما يصحش الكلام ده قدام الولاد. عيب ايه بس؟ اسأل استشير يا علي. لا استشير دي بتاعت تحديد النسل مش بتاعت خلفة التوائم. ما احنا لما نخلف توأم برضو هنحدد النسل، هندفع تمن ولادة واحدة فعيلين. ايوه بس انا مش عارف اجيب توأم ازاي يعني. اتعالج يا علي، العلاج مش عيب. لا اتعالج ايه يا مدام؟ ما انت عارفة كويس قوي. لا 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 انا جامد قوي، امال جايب العيال دي ازاي؟ ديليفري؟ بس دول توأم كيوت. هو انت مش هتحضر عيد ميلاد سولي ولا ايه؟ ده انا كمان كنت عايزه اعرفك على حسن. حبيبتي اصل الحقيقه انا لا انا ولا طنط رجاء بنحضر اعياد ميلاد العيال الصغيرين دي مره تاني بقى. بس احنا مش عيال صغيرين. عارف يا حبيبتي انا مش عايز صغير، روحي انت من عيد الميلاد الجميل وانا هبقى اتعرف عليه بعدين. انا الظاهر بقيت تخصص في مشاكل العيله دي. باي يا حبيبتي. باي باي. سي لا في. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو ألبومو، هابي بيرثدي تو يو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا
جميل. يلا حالا بالا بالا حي ابو الفصل حيكون عيد ميلاده الليله اسعد الاعياد مليح يا ابو الفصل. اوعى حد يمد ايده على حد الجدوع انا عددهم حته حته. انت هتتجوزني امتى يا حسن؟ حسن انت مش بترد عليا ليه؟ بقولك هتتجوزني امتى؟ تفخيني يا مي؟ مع مين؟ اخويا؟ حسن ما تفهمنيش غلط، انا كنت فاكره هو انت. بعدين انا قلتلكوا 100 مره ما تلبسوش زي بعض. ما انت معرفتيش الفرق بيني وبينه. هتتجوزيني ازاي؟ تتجوز مين يا؟ انت مرتبط باختي حسنين؟ انا حسن، ده حسنين. انت مرتبط باختي حسنين؟ مش انا مرتبط باختك، ده حسن. بقول لكم ايه، انتوا هتفضلوا ترموني لبعض انتوا الاثنين واحد. اقسم بالله لا اطلع عينكم. طلع عين حسنين، لكن سيب عين حسن. بقول لك ايه، انا هطلع عينهم وهطلع عينك انت كمان. انا لا يمكن اوافق ان اختي ترتبط من غير ما تقولي. يا حلاوله، يعني لو كانت قالت لك عادي كنت وافقت. ده تسكت خالص، انا وبابي بس اللي نقول ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. يعني ايه الكلام ده؟ فهميني. يعني تسيبني دلوقتي انا واختك لوحدينا وتتفضل على اوضتك. بقى كده ماشي يا مامي، لما نشوف اخرتها. قولي لي بقى يا حبيبتي، ايه الموضوع ده؟ انت لسه صغيره على الحاجات دي يا روحي. مامي انا ما فيش اي حد في الدنيا يمنعني عن حبي ومش هتنازل عنه ابدا مهما يكون. في ايه يا حاجه سميره سعيد؟ بالراحه علينا شويه. انت فاهمه اصلا الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ لا. خلاص يبقى تسكتي بدل ما تديكي على بوزك وتفهميني بالراحه كده. حبي. نعم يا حبيبي. انا عايزه اقول لك على حاجه. ايه يا حبيبي؟ هو مش حضرتك راجل البيت؟ ده بعد اذنك يعني يا استاذ سولي. احب اقول لك ان حضرتك بتتقرطص. مين ده اللي بيتقرطص ياض؟ حضرتك اللي بتتقرطص. انت قد الكلمه دي؟ خلي العيال دول عندك شويه وراجع لك. خلي دول ولا خلي ده؟ النضاره مزغلله ولا انا؟ اول مره اشوف واحد طالع له نفس الواحد. مي يا حبيبتي، انا عايزاكي تعتبري مامي صاحبتك. ها، انا اللي هقدر انصحك واقول لك ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش، مش كده؟ يعني اقول لبابي كمان؟ طبعا طبعا، تحكي لبابي. مفيش حد في الدنيا هيخاف عليكي قدي انا وبابي. وبعدين بابي راجل هادي ومتفتح، يعني هيقدر يعالج الامور بهدوء وبحكمه. ها؟ في ايه يا علي؟ انت بتتحاول بالليل ولا ايه؟ انا بتقرطص. وايه الجديد في ده؟ قصدي يعني اشمعنى بتقول ده دلوقتي؟ الهانم بنتك ماشيه مع الواد اللي اسمه حسن، ومش بعيد تكون بتتلخبط وبتمشي مع اخوه توأم حسنين. يعني كده ماشيه مع ثلاثه، حسن وحسنين. ايه يا علي؟ ايه ماشيه دي؟ عيب، اسمها مصاحبه. وبعدين مين قال لك الكلام ده؟ انا. انت يا سولي؟ ازاي تقول حاجه زي دي؟ ازاي تسمع حاجه وتروح تقولها؟ ومش حضرتك قلتي ان اي مشكله تحصل في البيت ده حضرتك وبابي هتحلوها؟ او انا قلت لبابي هو هيحلها. يا سلام، انت مش عارف ان دي فتنه والفتنه اشد من القتل؟ انا علمتك كده يا سولي؟ ما هنش عليا اسد البيت يتقرطص. اهدى بس، اهدى يا عم هالك علينا شويه، مش كده، مش اسلوب ده. امال ايه هو الاسلوب يا هانم؟ هي الهانم راح المدرسه تدرس ولا راحت صاحب؟ راحت صاحب. انت تسكت خالص، ما اسمعش صوتك. انا مش هسيبك غير لما اعلمك الادب واخليكي تندمي عشان الندم. شيل ايدك، ما تمدش ايدك على بنتي ابدا. انت عايز منها ايه؟ هعلمها الادب، هحلق لها شعرها، مش هوديها المدرسه، هخلي العيال يزفوها في الشارع ويقولوا عليها مي الزربطه. انا ما عملتش حاجه يا مامي. بس يا حبيبتي في ايه يا علي؟ مش اسلوب ده، بالراحه، مش دي طريقه نتكلم بيها مع الولاد. انا هتصرف، سيبني وانا هتصرف. هتعمل ايه؟ هحلق لها زربطه. معرفش هعمل ايه، هتصرف وخلاص. قومي يا حبيبتي معايا، قومي عبد البنت. انتوا الاثنين مع مي في الفصل؟ ايوه. انتوا الاثنين مرتبطين بمي؟ لا. الو، هاي رجاء،
ها يا حبيبتي؟ ها؟ لا سامح ايه؟ لا 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 سامح ايه دلوقتي، انا مشغول والله، ده ممل ورخم ويا كفايه ريحته. ها؟ بعدين بعدين بعدين. يا مساء الفل والدكترة يا ابو الدكترة. موحى حبيبي ايه الجمال ده؟ بتيجي في اوقات تجنن، انا بقول لسه بقول فيك شعر قد ايه لذيذ، قد ايه لما بتهل ريحه تجنن. مش كده يا اولاد؟ لا صدق؟ لا ما تخافيش يا حبيبتي، ما حدش هيقدر يعمل لك حاجه. يا مامي بابي هيضربني وهيحلق لي شعري صلبطة. صلبطة ايه بس؟ مفيش اي حاجه من الحاجات دي هتحصل. يعني بابي كذاب وبينخى عليا؟ بينخى؟ في مادموزيل محترمه تقول بينخى؟ لا يا حبيبتي بابي مش كذاب ولا بينخى ولا حاجه، هو بس متعصب شويه، بس دلوقتي يهدى. وبعدين انت عارفه بابي طيب. عارفه يا مامي. طب ايه رايك بقى ان مامي هتخليه كمان يجي يصالحك؟ بجد يا مامي؟ طبعا بجد. مامي عمرها قالت لك حاجه وما عملتهاش؟ انا بقى عمري ما انخى عليكي ابدا. حبيبتي يا مامي. حبيبتي يا روح مامي. بس كده برضو يا مي، يعني يوم لما ترتبتي بواحد يطلع ليه اخ توأم، يعني قلب امك حظك قليل، بس الواد امور امور يا ميوي. بص يا اولاد نتكلم بقى بصراحه كده وبقلب مفتوح، انا اعتبروني زي بابا، خالكو عمكو، ونجيب من الاخر ونروح لهلا فاخر. هلا فاخر يا دكتور؟ مش هنجيب من الاخر؟ لا اه لا فاخر يا قصدي نجيب يعني نقصر المساله ونقول بصراحه مين حسن ومين حسنين. يا دكتور سمير إيه؟ انت للمره العشرة عمال تسال الولاد السؤال ده وهم بيجاوبوك، المطلوب من حضرتك شويه تركيز. بص ده حسن وده حسنين صح؟ غلط، انا حسن وانا حسنين. بس امسك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بس حسن حسنين حسن حسنين ده حسن حسنين. طب بص يا دكتور إيه؟ انا عندي حل. ايه رايك اكتب على كل صدر واحد اسمه وانمرهم؟ ده مش محتاج خلاص، ما اقول لك ده حسن وده حسنين. أوكي. اوكي بس قول لي يا حسنين انت ايه علاقتك بمي؟ مفيش حاجه بيني وبينها. لا لا ما تحاولش تنكر، هي حكيت لي بصراحه اللي حكيت لي عليه. ده بينها وبين حسن مش بينها وبيني. امال طب اعمل انا ايه؟ ايه اللخبطه دي يا دكتور؟ طب بقول لك حاجه، إيه؟ العيال دي رخمه قوي، إيه؟ انا هاخدهم في كورنر كده واتفاهم معاهم اخليهم يعترفوا واقول لك. اه شوفي بقى وركز قوي مين حازم من غير اذيه ومن غير عصبيه. حاضر يا دكتور. خليك هادي. حاضر. قدامي يا حلو انت هوب. يلا يا تعم قدامي خليكوا تعترفوا. انا دلوقتي اعترفوا وشوفوا مين ده ومين ده. أنا مال أنا ومين اللي حسن ومين اللي حسنين، حتى أول المهم إن أنا سمير الحمد لله. يا علي افهمني، الولاد ما ينفعش نتعامل معاهم بالطريقة دي، الولاد بقوا في سن خطر لازم نحتويهم. أحتويهم إزاي؟ أفضل قاعد حواليهم طول الوقت كده ولا أشوف الغلط وأسكت؟ لا يا علي، بس هم عايزين حد يسمعهم ويفهمهم. آه يفهمهم ويسمعهم، أسمعهم وأفهمهم في الصح، مش ألاقي بنتي المفعوصة دي، المفعوصة دي ماشية مع ثلاثة. علي بطل أفوار، إيه ثلاثة دي؟ أنت عارف الولاد دول ليه بيكرهونا وبيكرهوا البيت وبيقضوا معظم الوقت مع أصحابهم بدل ما يقضوه في البيت مع أهاليهم؟ عارف ليه؟ عشان جيل مهبب. لا يا علي، إحنا اللي غلطانين، عشان إحنا ما بنسمعش ولادنا، ما بنديهمش فرصة، ما بنديهمش من وقتنا، وفي الآخر نرجع نقول ولادنا بعاد عننا. بالراحة يا علي، خلينا نفكر بالراحة. بالراحة إزاي؟ البنت بتحبه ومصاحبة يا هانم. مشاعر طبيعية لأي بنت في سنها. وأنا المفروض أسكت بقى مش كده؟ أنا ما قلتش نسكت، بس لازم نعالج الأمور بحكمة. آه ما هو أنا بقى لو اتعاملت مع الأمور بحكمة هلاقي البنت بكرة متجوزة لي عرفي والواد داخل علينا مسجرة حشيش. أهو أنت بقى لو اتصرفت بطريقتك دي هو ده اللي هيحصل بالظبط. ما أنت هتعترفوا هتعترفوا، مش هسيبكم لما تعترفوا. احنا اعترفنا. اعترفوا تاني، ما أنا مش هسيبكم النهارده، غير يا قاتل يا مقتول. يا ابني يا ابني أنت بس إيه. بص يا أولاد، أياً كان فيكوا حسن أو حسنين أو حسونة، المهم مين فيكوا اللي له علاقة بمي؟ أه صحيح يا دكتور، هي مين مي دي؟ أمك. أما ما بتنافسيش. يعني أنت عمال تضربنا كله في الآخر مش عارف مين مي؟ لا ما أعرفش. ما بتضربنا ليه؟ أه صحيح يا دكتور، هو أنا بضربهم ليه؟ بصلي. أي
خد العيال قبل ما سامح يقتلهم. خليه يقتلهم، ده شرف يا دكتور، شرفي. اوفر ده شرفي يا عم، دول شويه عيال. اوكي ما دام شرفك انت خليه يقتلهم في شقتك، انا ماليش دعوه. طب اسمع، انا 10 دقايق وجاي لك. اوعى العيال دي يهربوا، يا الا هحملك المسؤوليه كامله. المسؤوليه ايه؟ الراجل اتجنن. بصوا بقى، انا رخم قوي وانتوا كمان رخمين قوي، يعني بصوا مش هنتفق مع بعض، فلازم تعترفوا، يعني لازم تعترفوا. بص الدكتور سمير جاي دلوقتي وهيخليكم بص تعترفوا. بس ايه ده؟ ايه ده؟ انت هتعمل ايه؟ رد على ماما. اوعى اوعى وريني كده، ده معاه موبايل. صدق يا دكتور معاه موبايل احسن من اللي معايا. انت هتخليهم يعترفوا ولا هتقلبهم؟ يا دكتور دول متهمين، يعني ممنوع وسائل الاتصال. بس دي ماما لازم ارد عليها. بص يا حبايبي اعترفوا الاول، وانا خليك تكلم ماما وبابا وتيزا كمان. نعترف بايه؟ مين مي اللي بتتكلموا عنها؟ هقول لك انا. تعالى بقى. ما كانش ينفع كل اللي انت عملته ده يا سولي، ازاي تفتن على اختك؟ كنت خايف عليها. شعور لطيف، بس انت برضو رحت سخنت بابي عليها. انا كنت بنتقم منها عشان هي كمان فتنت عليا. شعور قذر، وعدني انك ما تعملش كده تاني. ما اقدرش اوعدك. ليه بقى ان شاء الله؟ بصراحه مش ضامن نفسي. انت غبي، خلاص 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 يا اولاد، عرفت بقى مين مي؟ اه مين؟ امي. صح. غلط غلط. اوعى ياد، تفتكر انك هتصيح عليا ياد؟ ده انا هقطعك هنا. علي ما فيش داعي للتهور والغضب، عشان ده هيؤدي الى نتيجه مش كويسه، وانت جربت. اه انت مين ياد؟ الحسنين. انت بقى اللي مرتبط ببنتي؟ لا والله ما انا، ده حسن. انت مين ياد؟ حسن. هو ده اللي مرتبط ببنتي؟ لا ده حسنين. يعني بص تعالى يا ابني، انت تعالى كده، وانت 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 روح مكانه كده بقى. انت مين؟ حسنين. وانت مين ياد؟ حسن. انت اللي مرتبط ببنتي؟ لا ده حسنين. وانت مين ياد؟ انا سامح. بص عشان نظبطهم بقى، دخل بتاع ده القصير ده في النص عشان يظبط لك، يفرق بين حسن وبين حسنين، وانت تصرف بقى. خش حظ. هما كده جاهزين. بص انا اضربهم كلهم وبعد كده هما يستفلوا مع بعض. برافو. اي ايه ده؟ دي مامة حسن وحسنين. طب رد عليها. حاضر. الو ازيك يا طنط؟ الحمد لله تمام. حسن وحسنين هما نزلوا من عندي من بدري، ما اعرفش. حاضر لما يكلموني هقول لحضرتك. حاضر ماشي، يلا باي باي. في ايه؟ مامة حسن وحسنين بتقول ان هما لسه مروحوش البيت، وشكلها قلقان عليهم قوي. يا خبر ابيض، دول ماشيين من هنا من بدري فعلا. يا ترى راحوا فين هما التلاتة؟ قصدي هما الاتنين. اسمعها تاني. انا اسف. لا اسمعها منكم انتوا الاتنين مع بعض. احنا اسفين. طب وانا مش ضمني انكم ما تعملوش كده معايا ولا مع حد غيري. انا يمكن اعمل كده تاني. انا بعد كده امشي في الشارع بس في الارض، مش هبص على بنات تاني، واقول لك ولا اولاد كمان ولا انا. يبقى احتياطي بقى لازم ياخدوا الحقنه. انا بخاف من الحقن وانا كمان. بلاش الحقن دي، بلاش الحقن دي. انت اديت لحد حقن قبل كده؟ لا. طب هتودينا في داهيه، وبعدين انا اللي هلبسها لان كنت في العياده عندي. لازم يتربوا. اقلعوا. اقلع يا. لا 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 لا، حتى من غير قلع دلوقتي، حتى الناموسه بتورسك وانت لابس، فهم اديهم وهم لابسين، نبقى في السيف سايد كمان. ايه العيال؟ انت من غير قلع دبها على طول، ولا اقول لك جرب في اللي في النص الاول؟ ايه العيال؟ لا عادي عادي، انا سامح يا علي. يا ساتر يا رب، في ايه؟ افتح يا علي. الغبي اللي بيخبط كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ في ايه؟ اتفضل معانا. مين حضرتك؟ معانا امر بيرد عليك. ليه؟ يعني ما انتش عارف ليه؟ يلا يا استاذ اتفضل. هما هيعملوا فينا ايه؟ ما هو كل العذاب اللي عذبته للعيال هتشوفوه. ده انا اساسا بخاف من الحقن. حقن؟ يا ريتها جت على الحقن.
ايه ده؟ جربت النفخ؟ لا كده نهار اسود. اتفضل كده. النفخ؟ هتجرب النفخ يا علي؟ هينفخوك يا علي؟ شوف خدها. هي انجي فين؟ هي ما جاتش برضو؟ لا الحقيقة يا فندم شكلها مش جاي النهارده كمان. ليه؟ هي لسه في حوارها ده مع جوزها. يا اختي دي بتجري ورا جوزها في الاقسام ومديريات الامن ولا كانها بتجري ورا اكل عيشها. طب ما تبعت لهم محامي الجورنال يا استاذ جميل. محامي الجورنال؟ لا قضايا الجورنال يا اخويا. لا 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 يا استاذ جميل ما يصحش كده خالص بصراحه منك. انجي زميلتنا ولازم نقف جنبها. يا سلام يا اختي. طب ما تقف انت جنبها، مش انت برضه جوزك ظابط برضه ولا ايه؟ هو بصراحه حسين ظابط بس ما بيحبش يخش الاقسام خالص. نعم يا حبيبتي، يعني ايه بقى ظابط وما بيخش الاقسام خالص؟ لا قصدي يعني هو ما بيحبش يحشر نفسه في مواضيع مش بتاعته. او كده كده راجل جدع وبيفهم زيي بالظبط. بس ده راجل ندل وواطي. بتقول حاجه يا ابني؟ لا يا فندم اكيد طبعا مع حضرتك، ما فيش اي حاجه. بس بحسب. صباح الفل يا موحى، ازاي؟ فين يا سامة؟ ايه حكاية القرود اللي انت طلع لي فيها دي؟ مالك في ايه؟ ما تمشي عادي وتشوف شغلك يا اخي. نهار اسود، تهرشني وتعرفني. ايه يا سموح؟ بدل الاراضي اللي انت فيها دي ادفع 9 جنيه ونص اللي عليك ياض. انت سيدي غاوي، تعرفوني. خلاص وادي لبس التنكر. اهو يا تيتو، هات لي واحد شاي، انا اروح اسلم نفسي احسن. عجبك كده؟ يعني لولا انا اتصرفت وعملت صلح واحترموني عشان انا طبيب معروف كان زماننا في السجن دلوقتي. عجبك النفخ؟ لطيف. انبسطت يعني؟ يعني بس بقول لك يا سمير، وفيها ايه؟ ما هو السجن للجدعان. يا سيدي انا مش جدع، خليك انت اللي جدع بس. يعني انت لو حد عاكس رجاء هتعمل فيه ايه؟ هكشف على قواه العقليه. بقول لك ايه؟ مش احنا اصحاب؟ ليا طلب صغير عنك. اتفضل. يا ريت تقطع علاقتك بيا لفتره. يا ريت تقطع علاقتك بيا على طول. على طول؟ على طول، على طول الحياه نقابل ناس وننفخ ناس ولا ندرك حبايبنا. حسن راح فين؟ وحسنين راح فين؟ أنا بقى هقول لكم التلاتة راحوا فين. حبايب قلبي حسن وحسنين مع السنة الجديدة اختفوا، معرفناش راحوا فين يا قلب أمهم. وأمك مي ربنا هداها ومشيت على عجين ما تلخبطوش، وكرهت الارتباط لحد ما اتصت في أبوك وعلمها العفة. يلا بس احلى حاجه، احلى حاجه يا دودو عملوها انهم جابوك يا قلب انا. ما تبصليش كده وانت كمان قلب قلب.